تقول له يختار ثلاث أرقام عشوائية ويضربها في ثلاث أرقام عشوائية ويضربها مرة ثالثة في ثلاث أرقام عشوائية كلها من اختياره، ولما تعطيك النتيجة تجيب حبة بطاطس بجانبك أو برتقالة وتقوم بفتحها بالسكين، تجد بداخلها ورقة تعطيها لصاحبك يفتحها فيجد نفس الرقم الذي خرج له في العملية العشوائية التي قام بها. خدعة رهيبة صراحة، في كل مرة أطبقها على أحد الأصدقاء أو الأقارب يندهشون بقوة. دعوني أخبركم طريقة تنفيذ هذه الخدعة باحترافية، وأيضا أخبروني في التعليقات إذا تحبون أنزل لكم هذه النوعية من الفيديوهات. هذه إحدى هواياتي وفكرت أشاركها معكم إذا أحببتم الفكرة. أوكي، قبل تنفيذ الخدعة فأنت تحتاج تجهيز بعض الأمور السهلة والمتوفرة عند الجميع. قم أولا بفتح الآلة الحاسبة في جهازك، سواء الآيفون أو الإندرويد لا يهم. ثم قم بكتابة 7 أرقام عشوائية من اختيارك. بعد ذلك اكتب نفس الأرقام على قطعة صغيرة من الورق. أعرف أن خطي سيء جدا لكن أظن أنه واضح كفاية. نرجع على الآلة الحاسبة ونقوم بهذه العملية. طبعا الرقم الذي اخترناه سيكون مكتوب هنا. نقوم بالضغط على زائد 0 ضرب 0، وبعد ذلك نقوم بتدوير الجهاز لتطلع لنا علامة فتح القوس من هنا أقصى اليسار، نضغط عليها وبهذا تكون الآلة الحاسبة جاهزة لتطبيق الخدعة، وسأشرح لكم بعد قليل لماذا قمنا بهذه العملية. الآن سنقوم بجلب حبة بطاطس أو برتقالة أو أي فاكهة أو أي حبة خضر لا يهم. نستخدم سكين أو شفرة حلاقة من أجل عمل فتحة في حبة البطاطس بهذا الشكل، ثم نقوم بإدخال الورقة في تلك الفتحة. مع بعض الصبر يمكنك إدخالها وسد الفتحة إلى درجة لن يلاحظها أبدا الشخص الآخر ولن يشك أصلا، وهنا يمكنك تنفيذ الخدعة. تضع الحبة في المكان الذي ستطبق فيه الخدعة، ثم تتصل بصديقك تقول له تعال سأريك شيء، ثم تعطيه الآلة الحاسبة في جهازك التي جهزنا من قبل وتقول له يختار 3 أرقام عشوائية ويضربها في 3 أرقام عشوائية، ثم للمرة الثالثة يضربها في 3 أرقام عشوائية من اختياره، وبعد الضغط على علامة تساوي الخارج سيكون دائما الرقم الذي اخترناه في البداية وكتبناه على الورقة. وهذا بفضل تلك العملية التي قمنا بها في البداية وقلت لكم سأشرحها لكم لاحقا. الآن كل ما بقي لك القيام به هو إدهاش صديقك. اجلب السكين ومن فضلك انتبه لنفسك، وقم بفتح الفاكهة أو حبة الخضر فوق خط الفتحة التي قمت بها من قبل. الشخص أمامك لن يلاحظ أبدا لأنك ستبقي دائما الفتحة في الأسفل، ومع بعض الدقة يمكنك القيام بذلك. ستجد الورقة بالداخل، الشيء الذي سيدهش الشخص أمامك، وستزيد دهشته لما تطلب منه فتح الورقة ليجد نفس الرقم الذي خرج له من عملياته العشوائية. الكل يحب مشاهدة الخدع السحرية، وثقوا بي هذه الخدعة ستنجح كل مرة في إدهاش أي شخص تطبقها عليه.